ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنوراني دكتور عبيل عادل عبد الونيس، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان وزميلي الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا وعضو الجمعيه المصريه لزراعه الاسنان. اهلا بيك يا دكتور عبيل. اهلا بيك يا دكتور. منوره. ميرسي، نورك. بصي انا اسمع كتير عن زراعه اي حاجه، لكن زراعه الاسنان ده شويه من التخصصات الجديده، او اللي انا حابه افهم منك هي يعني ايه. تمام. ببساطة زراعة الأسنان هي أحدث الطرق اللي بنعوض بيها بعض الأسنان المفقودة، سواء كانت مفقودة من الأساس مش موجودة أو لسبب من الأسباب خلعناها. طب هي إيه الزراعة؟ الزراعة دي عبارة عن مسمار بيتكون من مادة اسمها تايتانيوم. ليه تايتانيوم؟ لأن التايتانيوم ده أكتر المعادن اللي لقيناها بتعملش أي مشاكل ولا أي تفاعل مع الجسم ولا عظم الفك، غير إنه ليه مزايا تانية كتير. طيب المسمار ده بنعمل بيه إيه؟ بنعوض بيه الجزء اللي هو الجدر بتاع السن او الدرس اللي بيكون موجود في قلب عظم الفك، وبعد كده بنركب عليه الجزء اللي بيكون ظاهر في فم المريض اللي بنستخدمه طبعا في الاكل وفي الكلام. يعني المسمار بيبقى محطوط جوه الفك؟ جوه عظم الفك. طب ده مش بيبقى مؤلم او بيبقى بيضايق المريض ذات نفسه؟ لا خالص طبعا، زي بقول لحضرتك هو بيعوض جزء اساسي من السن. ان هو ما بيحسش بيه؟ لا تماما. خالص؟ خالص. امتى اقول ان انا لازم ازرع سنان؟ انا زي ما بقول لحضرتك ان احنا بنزرع الاسنان. امتى بحط زرعه؟ بحطها عشان اعوض سن او ضرس مفقود او عدد من الاسنان مفقوده. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين التركيبه؟ الحقيقه الفرق كبير، وطبعا الزراعه دلوقتي بقت مليانه مميزات عن التركيبات. التركيبات كانت عندنا كانت بتبقى تركيبات ثابته او تركيبات متحركه. التركيبة المتحركة طبعا اللي هي أشهر حاجة بالنسبة لنا، اللي هو طقم الأسنان بالنسبة للمريض لما يكون خالع كل أسنانه، يبدأ يحط طقم يشيله ويحطه. ده كان بيديله إحساس إن هو مش مستريح وكان بيضايقه، يديله إحساس بالعجز. في بعض الأوقات ممكن ياكل يقول ده بيتحرك مني أو في وسط الكلام. طبعا الزراعة عوضت كل ده وديته مزايا إن إحنا بنقدر نحط عدد من الزرعات ونقدر نحط عليها تركيبة ثابتة ما تطلعش ولا تضايق المريض. تاني حاجة التركيبات الثابتة، احنا كنا عشان نعوض سنة او ضرس او عدد من الاسنان مفقودة، كنا عشان نعمل تركيبة ثابتة في بق المريض كنا بنضطر ان احنا نبرد السنان المجاورة ليها عشان نقدر نحمل عليها التركيب. فطبعا بجزء ما او بطريقة ما بنضر السنة اللي جنبها اللي هي كانت ممكن تبقى سليمة تماما، بنضطر نبرد منها جزء عشان خاطر نحمل عليها. لكن مع الزراعة احنا بنحط مسمار بس مطرح السن او الضرس المفقود ونركب عليها من غير ما نمس اي سن او ضرس حواليها. طب هل في سن مناسب المفروض انا بعمل فيه العملية دي؟ بنبدأ من سن 18، يعني مينيمم 18، ما اقدرش انزل تحت 18 سنه نعمل زراعه. لكن اب تو كام؟ لا مفتوحه بالنسبه لنا، طول ما حاله ووضع المريض صحيا يسمح بنعمل زراعه. يعني ايه الحاله؟ ايه المقصود بحاله المريض؟ بمعنى ان هو صحيا كويس، لان في بعض الحالات ودي حالات قليله قوي ممكن يكون فيها عندنا موضوع الزراعه مش ممنوع خالص، لكن بيكون محتاج شويه تظبيط قبل ما نبدا بيها. زي امراض المناعه مثلا؟ مثلا مريض نقص المناعه. مثلا مريض عنده كانسر وبياخد اشعه بطريقه ما، طبعا الاشعه ده بيأثر على العظم. فعشان كده بنقدر نضطر ان احنا نستنى شويه على الزراعه، ما اقدرش ان هو يكون المريض بياخد اشعه واقدر اعمل له زراعه. طب بالنسبه لمريض السكر اللي بيبقى عنده مشاكل في اللثه او مشاكل في الفك نتيجه السكر او الاهمال في السكر، ممكن يقوم بعمليه زراعه الاسنان؟ مريض السكر يقدر يقوم بعمليه زراعه، بس لازم يكون مريض سكر اولا سكره منتظم، هو منتظم على العلاج، بيكشف ويحلل بشكل دوري. نطمن طبعا من ضمن الانفستيجيشنز اللي بنعملها قبل الزراعه ان احنا نعمل تحليل، ولازم نلاقي السكر التراكمي بتاعه مظبوط في الرينج اللي احنا نقدر نعمله فيه زراعه. لكن ما يجيليش مريض ما بياخدش العلاج، مهمل جدا في صحته، نعمل تحليل نلاقي السكر بتاعه باستمرار 400 500، نلاقي التراكمي بتاعه عدى 10 12 13 وينفع اعمل له زراعه. لكن مش بقول له استحاله انت كده خلاص ما ينفعش تعمل زراعه، لا انا اقول له احنا هنعمل زراعه لكن نظبط الدنيا الاول كويس ونظبط السكر ونمشي على علاج بانتظام ونعمل تراكمي نلاقيه within range 6 7 الدنيا تبقى مظبوطه نقدر وقتها نعمل زراعه. طيب افهم من كده ايه الاجراءات او الفحوصات او التحاليل اللي مطلوب ان انا اعملها قبل ما الجا لعمليه زراعه الاسنان؟ هي شويه فحوصات بسيطه طبعا. اي مريض يكون اوريدي عنده حاله مرضيه احنا بنحطها في الاعتبار، يعني لو في امراض دم لازم نعمل تحاليل تخص الدم، السكر كذلك، نشوف الضغط، اي حاجه في صحتنا او تاريخنا المرضي لازم نظبطه. وبنعمل طبعا اشعات مخصوصه بالنسبه لنا، اشعه بانوراما، والاشعه طبعا اللي عملت ضجه كبيره جدا واحدثت اختلاف في علم الزراعه هي الاشعه ثلاثيه الابعاد.
ثلاثيه الابعاد على الفك بالظبط. آه. اشعه ثلاثيه الابعاد دي طبعا بتعمل راحه تامه ليا وللمريض. هي طبعا بتورينا زي ما بقول ثلاثيه الابعاد، الثلاث ابعاد لعظم الفك، بتورينا الجمجمه بشكل مجسم، اقدر اشوف من خلالها العظم طوله عرضه ارتفاعه، حتى كثافه العظم نفسها اللي انا اقدر ازرع فيها بتحددهولي هل هي مناسبه ولا غير مناسبه، ارتفاع العظم ده هل مناسب جدا لاستقبال زرعه ام بعض الحالات ممكن اقدر ان انا ازود عظم عن طريق زراعه عظم. حتى كمان وصلتنا ان احنا نقدر نختار حجم الزرعه وطول الزرعه والاتجاه اللي فيه زراعه كمان. دي الصوره اللي معروضه على الشاشه حضرتك تحب تعلقي عليها، دي اللي هي المسمار التيتانيوم اللي حضرتك بتتكلمي عليه. مظبوط. اه دي الزرعه، دي الزرعة نفسها بيكون زي ما حضرتك شايفة بتكون في قلب عظم الفك، والجزء اللي ظاهر منها ده اللي بعد كده بيستقبل الكراون أو التربوش أو التركيبة يعني اللي هي بنحتاجها عشان نعوض. والمسمار دوت مش بحس بيه خالص، هو موجود في بقي أنا مش موجود، جبنة سن طبيعي خالص. آه. طب إيه المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجة العملية دي؟ والله حاجات بسيطة، هي كلمة مضاعفات كلمة كبيرة قوي على الموضوع. كأن المريض خلع ضرس أو سنة، يعني يحس بشوية تورم، شوية انتفاخ، دم ينزل منه لا يسكر يعني. ومفروض انه هو يحسش من تاني يوم بألم تمام يقدر يتعايش حياته. الصورة دي زراعة اظن السنتين اللي قدام، السنتين الاماميين. اه تمام. دي كانت حالة طبعا زي ما حضرتك شايفة عاملة تركيبة ثابتة. شكلها مش كويس، لونها مختلف عن السنين طبعا، في الوش المظهر مش لطيف. طبعا بيكون الحل بقى تعويضا عن التركيبات الثابتة نتيجة اي مشكلة في السنين. او كده احنا نقدر نحط مسمارين مطرح السنتين مثلا المخلوعين دول، نقدر نحط عليهم طربوشين. طبعا بنختارهم بشكل ولون الاسنان بحيث ان هو يبان المظهر طبيعي والشكل طبيعي جدا. وبستعملهم عادي جدا، بتاكل بتشرب بيهم، مش حاسه ان هم حاجه غريبه بقى. لا خالص، زي اسناننا طبيعيه بالظبط. لا دي حاجه لذيذه جدا. طب ايه الصعوبه بقى في حكايه زراعه الاسنان، وليه دي مش الحاجه اللي بيلجا لها كل الاطباء؟ والله هي مش حكايه صعبه. خالص، هي الكلمه بس بتخض الناس. ان زراعه اسنان ده مسمار داخل جوه عظم الفك، يبقى كده بقى جراحه. وكنا الاول طبعا الدنيا باستمرار بيبقى فيه ريسنس وحاجات طبعا تطورات. وزي ما قلت لحضرتك ثلاثيه الابعاد عملت ضجه كبيره جدا في الموضوع. فكنا الاول ده بيحط السنه جواها بالظبط. ده الجزء التركيبه اللي بيكون ظاهر في فم المريض اللي بنقدر بقى نستخدمه اللي بيركب على المسمار. لكن هي يعني تعتبر، انا يعني اللي فهمته من كلامك ان هي حاجه سوبيريور او اعلى من التركيبات او من الحشو او من الحاجات التقليديه. طبعا. لا هي اميز طبعا من التركيبات، عملت طبعا مميزات كتير. كنا بنضطر نعمل بعض الضرر زي ما ذكرت لحضرتك، لكن هي بقت حاجه بسيطه خالص، بتتم في اي عياده اسنان زي الحشو زي الخلع اطلاقا اطلاقا. وضع المسمار ما بياخدش يمكن 10 دقائق، يمكن ممكن يكون اقل من كده. هو بس الكلمه المسمار دي المسمار دي صعبه هتخض ناس كتير بتتفرج. لكن هو الموضوع فعلا اصبح بسيط، يعني يمكن خلع الضرس اصعب مرات المرات من زراعه الاسنان. طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجه زرع الاسنان بقى؟ حاجات بسيطة خالص، ممكن شوية ألم بس المريض يحس بيه بعد العملية، شوية ورم بسيط مش أكتر من كده. والمفروض إن الزراعة محطوطة بنجاح ودكتور مظبوط، وإحنا ماشيين على أبعاد مظبوطة، ما يحسش بأي ألم من تاني يوم، بيتعامل عادي خالص. طيب السنة اللي بيتم زرعها أو الضرس اللي بيتم زرعه له عناية خاصة بتختلف عن بقية الأسنان، أو المفروض في خطوات معينة أنا بعملها؟ هو بس الناس ممكن تكون عندها بس ايه كده سوء فهم، ان احنا وبنسمع دايما كلمه زرعه فوريه، ان انا هخش العياده احط الزرعه واطلع اكل واشرب وطالع بالسن. لا طبعا الموضوع ده مش مظبوط. احنا بنعمل المسمار او الزرعه طبعا زي ما قلت لحضرتك اقل من 10 متر، وبعد كده بنستنى لفتره عشان المسمار ده يلتئم مع العظم بصوره كافيه، وبعد كده بعد فتره نقدر نحط التركيبه اللي يقدر يستخدمها المريض في الاكل وفي الكلام. يعني الاول بيتم زراعه المسمار بالظبط، وبعدين بعد كده بنبتدي نحط السنه، او ده اللي انا فهمته صح؟ تمام. لكن بعد فتره. فتره قد ايه؟ من شهرين لثلاث شهور، مش اقل من كده. هو كلام حضرتك بالنسبه لي لذيذ جدا ولطيف، لان كليه اسنان دي حاجه كبيره، حاجه وحاجه كويسه ان هي في حاجات متقدمه قوي كده في الاسنان. ومبسوطه ان النهارده فقرتين الطبيتين بتوعي كانوا حاجات جديده وحاجات ممكن يكون ناس كتير بتتفرج علينا ما تسمعش عنها حاجه.
نورتيني النهارده يا دكتوره عبير، ومبسوطه جدا من المعلومات اللي انا سمعتها منك، واتمنى ان كل السيدات اللي بتتفرج عليا تكون استفادت من اللي احنا بنقوله. كانت منوراني دكتوره عبير عادل عبد الونيس، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان، وزميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا، وعضو الجمعيه المصريه لزراعه الاسنان. نورتيني. منورك يا دكتور، ميرسي، انا اللي شرفت بوجودك. الله يخليك. هنطلع فاصل، واستنونا راجعين لكم بحاجات تانيه جديده.